بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. تحدثنا شوية، أعطينا فكرة حول مفهوم الجهاد. طب إيش علاقة الجهاد بالموضوع؟ وهذه سورة محمد صلى الله عليه وسلم وسورة القتال، وفيها بعض أحكام القتال، وقلنا أنه مفهوم جهاد أوسع من مفهوم قتال. جهاد في سبيل الله مفهومه أوسع من مفهوم قتال. قبل ما نستمر برضو نعطي كمان مقدمة شوية في موضوع القتال في سبيل الله، لأنه في قتال، في قتال في سبيل الله. القتال في سبيل الله هو من الجهاد، تمام؟ في آيات كثيرة في القرآن الكريم تعطي تفاصيل في أحكام القتال في سبيل الله، اللي هو الجهاد اللي هو قتال في سبيل الله. واللافت للي بدرس كتب التفسير أو كتب أو كلام الفقهاء القدماء تتفاجأ أحيانا بالحديث عن كثير من الآيات، إنها هذه منسوخة، هذه منسوخة، هذه منسوخة، هذه منسوخة. وإحنا سبق تحدثنا في مفهوم النسخ في درسين، لما فسرنا قول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، فسرنا في درسين وبينا إيش المقصود في النسخ. وقلنا عند التحقق في مسألة النسخ نجد أنه يعني ممكن 9 آيات ممكن يقال أنها صار فيها نسخ الحكم، أقل من 9 ممكن 6 ممكن. المهم المبالغات في موضوع القول أنه هذه نسخت هذه نسخت، هذا شو المقصود، شو أو على إيش بدل هذا؟ لما نجد أنه عالم بعينه أو بعض العلماء يكثر من القول هذه منسوخة هذه منسوخة هذه منسوخة، هذا بيعني على فكرة أنه مش قادر يفهم ويوفق بين المعاني، ويخرج إذا صح التعبير يخرج بالنظرية المتكاملة. إذن هو تصور أنه هون في تضاد أو تناقض، وبالتالي هذه نسخة هاي مشان يخرج في النهاية بفهم. إذن هو مش عم بيفهم، بصيرش نلجأ إحنا للنسخ إلا بدليل، بصيرش نلجأ للنسخ إلا بدليل، وبصيرش يكون فهمنا إحنا القاصر هو اللي بيؤدي للنسخ. إحنا نقول مش ما فهمناش، أما نقول نسخت. وليش تحدثت بهذا الشكل الآن؟ لأنه أكثر ما يقال منسوخ 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 في آيات إيش المتعلقة بالقتال، ومش صحيح. معناته لازم تدرس وتفكر حتى في النهاية حتجد انه ما فيش منسوخ، عندها بتكون فهمت الصورة كاملة. وللي يعني ما بده على باختصار يعني ايش النسخ، كيف لما يكون في عندنا حكم شرعي ثم ينزل قرآن او سنة فيلغي هذا الحكم ويستبدله بحكم آخر ويستبدله بحكم آخر، شو سمينا هذا؟ نسخ. يعني على وجه السرعة، مثلا كانوا الصحابة في البداية إذا أكل الرجل أو شرب الرجل أو المرأة أي شيء مسته نار يتوضأ، يعني يكون هذا مبطل للوضوء، ثم نسخ هذا الحكم. شو يعني نسخ؟ ألغي هذا الحكم، ما عادش مستمر. لذلك اليوم كلوا واشربوا مسة نار ووضوءكم تمام.
هذا النسخ. هذه مسألة في موضوع إذن مش صحيح إنه في نسخ، في صحيح إنه مش فاهمين. في إذن في الأصل إنه نأخذ كل الآيات ونعمل العقل فيها حتى في النهاية تنسجم كلها مع بعض، وقتها بنكون فهمنا. فيش شيء اسمه نسخ في أكثر آيات القتال. هذه مسألة. مسألة ثانية، لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى مثلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا ممكن يكون بين المسلمين وأقوام أخرى ميثاق مواثيق، تمام؟ وواقع المسلمين عبر التاريخ الإسلامي كانوا يكون في مواثيق مع أمم بعينها، مثلا لاحظوا مع أهل الصين من أول يوم المسلمين عقدوا معاهدات ومواثيق مع أهل الصين، وما حصلش بيننا وبينهم معارك، وقبلوا المسلمين أنهم يتركوا أهل الصين لواقعهم في ذاك الوقت. وعبر التاريخ كله كان يتم مثل هذا الكلام اللي هو المعاهدات والمصالحات والمواثيق. هذه قضية تكون برضو واضحة في الذهن، لأنهم يعني وعلى وجه الخصوص الصحابة كانوا فاهمين الصورة تماما، وإنهم بيقدروا يعقدوا مواثيق. ومش زي ما بتخيلوا البشر إنه يعني المسلمين الأصل إنهم يقاتلوا كل البشر وكل الدول حتى في النهاية يسود الدين. هو هيك؟ يعني الصحابة سلكوا بهذه الطريقة، التابعين سلكوا بهذه الطريقة، الأمة الإسلامية عبر الأجيال كلها سلكت بهذه الطريقة. طيب هو القتال في تشريع القتال في الإسلام يقصد فيه الدفاع عن النفس ولا أمور أخرى؟ العلماء لما قسموا من خلال الاستقراء، لما استقرأوا الأدلة الشرعية وجدوا أنه في قتال أو بسموه أحيانا جهاد، نحن قلنا الجهاد أوسع، قتال أو جهاد دفع. إيش يعني دفع؟ إيش يعني جهاد دفع؟ يعني أنت بتدافع عن نفسك. يعني مثلا عدو هاجمك، زي ما بيحصل مع المسلمين اليوم في العالم، معظم جهادهم إيه؟ جهاد دفع. دفع سواء هاجموك أنت كدولة، أو هاجموا دولة إسلامية ثانية، أو هاجموا دولة أنت بينك وبينهم معاهدات على الدفاع مشترك زي ما بيقولوا. كل هذا لما تقوم أنت وتقاتل شو اسمه؟ قتال أو جهاد الدفع. إذن وهذه واضحة من خلال استخدام تعبير إيش؟ الدفع، معناته هو هاجم وأنت إيش؟ تدفعه. وهذا طبعا بيختلف عن جهاد الطلب. إيش الطلب؟ أنت تبدأ. بيظل السؤال طبعا ليش أنت اللي بديت؟ إذا ميزنا الآن بين جهاد الطلب وجهاد إيش؟ الدفع. وفي تاريخ الصحابة وجدنا النوعين، في تاريخ الصحابة والتابعين والتاريخ الإسلامي وجدنا النوعين: جهاد الدفع إنهم المسلمين هم بقوموا بالدفاع، أو لا هم ببادروا للهجوم. والعلماء لذلك وضعوا لجهاد الطلب شروط تختلف عن جهاد الدفع، تختلف عن جهاد الدفع. يعني المسلم في جهاد الدفع مفتوح له الأبواب بشكل أوسع بكثير من جهاد إيش؟ الطلب. لأنه في جهاد الطلب أنت بتكون إيش؟ أنت المبادر. فبالتالي الشروط وين موجودة أكثر؟ في جهاد الطلب لما تكون أنت المبادر. في جهاد الدفع بيفتح لك الأبواب كثيرة، بلغي شروط مشان تكون أنت قادر انك تدافع بشكل بدون اي قيود كانت موجودة في جهاد الطلب. مش موضوعنا الان، لكن عشان بعض الاخوة سأل في موضوع جهاد الطلب وجهاد
الدفع. وبالتالي إذا في ناس بزعموا أنه في الإسلام فقط في جهاد دفع وفيش جهاد طلب، هذا كلام يتناقض مع قرآن وسنة وسلوك صحابة وسلوك التابعين وسلوك الأمة عبر الأجيال كلها. لا، موجود النوعين، موجود جهاد الدفع لما بيهاجموك هم أو بيهاجموا مسلمين ثانيين، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هاي مثلا اعتدوا على ناس ثانيين فاستنصرونا، هذا بصير جهاد دفع برضو بشكل، ولو انه مش مهاجمين بلدنا احنا بس مهاجمين بلد اسلامي ثاني مثلا، تمام، برضو هذا بصير جهاد دفع. طيب، اذا واقع في القرآن والسنة وواقع الصحابة والتابعين والاجيال كلها النوعين موجودات، جهاد الدفع وجهاد الطلب. ما حدا راح يسألكم في موضوع جهاد الدفع، لأنه هذا جهاد الدفع على فكرة في كل الشرائع وعند كل الأمم هذا بدهيات، هذا من حقك بشيك، بيقولوا هم بيقولوا أنه من حقك، بس في النهاية إيش على فكرة؟ إذا صرت تدافع عن نفسك اليوم إيش؟ بصيروا يخترعوا لك أمور، وكأنه أنت يعني يفترض أنه لما هو بيجد مصلحته في مهاجمتك بصيرش أنت يعني تدافع. تفضل، انتبهتوا شو الكفر؟ مين اللي بيعلم حقيقة البشر الكافر على فكرة؟ مين بيعرف حقيقتهم؟ الله. لذلك انتوا انظروا في تشريعات القرآن كيف مشرع، والنظرية المتكاملة في موضوع الجهاد والقتال، حتى تدركوا انه احنا احيانا منكم مش فاهمين الكفر. هذا الكفر على فكرة، الكفر بيسمح لكش اذا كنت ضعيف انت الا بيعتدي عليك. ما سمعتوش في يوم من الايام لما واحد زي بوش اجا قال اللي مش معنا علينا، اخرى كمان احنا نمشي معاك في ظلمك، وإذا ما مشيناش معك في ظلمك شو بكون؟ معناته يعني اعتديت علينا أنت لازم انتبهتوا؟ شفتوا الوقاحة؟ هذا في القرن إيش؟ 21. فما تظنوش أنها اختلفت يعني الأمم، صارت أساليبها مهذبة أكثر شوية، أساليبها ومداخلها يعني شوية مهذبة، وبصاروا يتخفوا في بالنسبة لجرائمهم. زمان كانوا يظهروا جرائمهم بدون أي، زمان أهل زمان يظهروا جرائمهم بدون أي نفاق، وهينا هاينا من نشتغل. اليوم لا، اليوم بتلونوا وعندهم أساليب كث. بس لاحظ أنه الآن تجربتنا شو بتقول؟ تجربة العالم الإسلامي لما الأمة ضعفت وتركت الجهاد وما كانتش مستعدة، وهو الله قال ترهيبون به وأعدوا لهم، هاي كمان لاحظوا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إيش ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن برضو الاستعداد في حد ذاته احيانا شو يقصد منه؟ مشان ما يعتدى عليك، ترهبون به مشان ما يعتدى عليك. حلمك هو قلنا انه ممكن انت هو اعتدى على دولة ثانية بينك وبينها مثلا مشترك، هذا بصير الاستباقي لما تشوفه انت مجهز حاله مشان، وصارت كل المؤشرات تقول انه هو بده يهاجم او ينقض عهود، بصير هذا دفاع او جهاد دفع. مبادرتك انت نتيجة المقدمات اللي ظهرت منه انه هو بده يعتدي وينقض عهود، هذا صارت جهاد دفع. حتى لو بادرت انت صار دفع، لانه صار واضح يعني بدك تستناه انت، مش معقول. مرات مين إله الضربة الاستباقية في الحروب المعاصرة؟ فهون هذا إذا في معاهدات طبعا لازم تبلغوا إنك أنت نقضت، إنه خلق تبلغوا إذا في معاهدات، ما فيش موضوع تاني، هذا بيختلف الآن، مش موضوعنا الأحكام القتال والجهاد في الإسلام اللي هو قتال. إذا شفتوا اليوم شو اللي بصير؟ احنا اكثر امة جربت، وشفنا عدوان الكفار كلهم بدون استثناء، لم تبقى امة كافرة الا وتجد منها العدوان لما بتشوف نفسها قوية، ومش بس هيك بتعتدي عليك لانك مرات بتخالفها في قيمها. شوفوا اليوم مثلا غرب لما بيقول لك ديمقراطية، عم بيعتبر اي امة على وجه الارض لا تؤمن بفلسفته. ما هي شو الديمقراطية؟ مش الديمقراطية زي ما بظن الناس انه حرية الاختيار للحاكم، لا هذه جزئية مش هيك؟ الديمقراطية فلسفة متكاملة، فلسفة إذا ما آمنتش بفلسفته بصير يعتبرك أنت مجرم، إذا ما آمنتش
ما تبي تقول حرية الرأي وحرية الاعتقاد، كذابين كذابين في النهاية. واليوم صار واضح عندكم، اليوم صرتوا واعيين أكثر كمسلمين، حتى يدركوا المسلمين إنه لما هم كان بفرطوا في موضوع الإعداد، طبعا تفريطنا كان نتيجة أمور كثيرة من ضمنها التخلف الأمة، ولكن الأمة بدأت الآن ترجع. اثنين، والنواطير هذول اللي النواطير اللي بسموهم حكام وضعوا على 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 العروش، وعلى فكرة ولا في أمة يبدو من الأمة بلاد العرب بالذات استقلت، مش كاين مستقلة من الاستعمار، بس كانوا يتلونونا ويظهروننا ويعملوا شوية مسرحيات هيك، يظهروننا إنسان بطل ويظلوا إيش بركب على ظهورنا، وفي النهاية لما بده يسقط بدنا نسقطه ببيعنا وبيستنجد بالأمم تيجي زي ما أنتم شايفين الآن. يعني صارت الحقائق أمامكم تمام، وفيش أمة فكرة إذا بتشعر إنك ضعيف إلا تعتدي إذا كانت كافرة، بمعنى آخر إذا ما كانتش مؤمنة بالجهاد، إذا ما كانتش مؤمنة بالجهاد وقيوده ومؤمنة خلص معتدية على طول. لذلك العلماء الاجتماعي اللي بيفهموا حتى من الغربيين لما بيشوفوا النظرية في الإسلام بيدركوا إنها هذه العدالة وهذا الحق وهذه الأمة الوحيدة اللي بتختلف عن باقي الأمم لأنها مش عدوانية مقيدة بمفاهيم الجهاد. طيب في طلب، طب في طلب، في جهاد طلب، يعني أنا أبادر. نيجي بنسأل بنقول هو الله سبحانه وتعالى لما نزل على رسول صلى الله عليه وسلم هو نزل عليه الرسالة للعرب، للعرب ولا للناس؟ للناس، للناس. وفي ذاك الزمن على فكرة كانت الحكام، الحكام هي اللي تفرض على الشعوب الدين وتضطهد كل من يخالف، هيك الحكام. فالناس على دين ملوكها، والملوك بتذكروا، أعطينا مثال، إحنا مثلا في زمانات هنري الثامن في بريطانيا، هذا لما اختلف هو البابا، والبابا وكان مزواج هذا الزلمة هنري، هنري الثامن مزواج بيحب النسوان وماله، يعني ما فيش إشكال، بس المهم بحدود وقيود. المهم هذا في زماناته لما اختلف مع البابا والبابا بده يمنعه، كانت أصلا بريطانيا كاثوليك، كاثوليك، فقرر هنري الثامن يتحول للبروتستانتية، والآن بريطانيا لليوم بروتستانت على دين، لا زي ما حولها هنري، زي ما حولها هنري الثامن، خلاص خلاص كان قرار بتحوله من كاثوليك لبروتستانت، حدا بخالف، وكان في محاكم تفتيش كمان في الغرب بالنسبة للي بخالف في الدين. وانتم بتلاحظوا المسلمين بعد ما حكموا في الأندلس 800 سنة ثم أخرجوا، طيب ممتاز، صار في قتل، صار المسلم مخير بين الأمور التالية، يعني هو غير مخير، يا بهرب يا بتنصر يا بيقتل، فيش ما كانش ما عندهمش، يعني انه انت زي ما المسلمين كانوا بيعملوا. المسلمين لاحظوا نزل عليهم دين رباني، رسالة خاتمة، تؤمن بكل الرسالات الأنبياء من آدم حتى محمد، للعرب لا، للجزيرة العربية لا، بيؤمن بحدود لا، لأنه هذا دين رباني، شو يؤمن بحدود؟ ونازل لمحمد، ونازل للعرب، محمد صلى الله عليه وسلم، لمحمد صلى الله عليه وسلم والعرب بس، لا مش صحيح، ما هو قال للعالمين، للبشرية كلها، إذا في هذه الحدود اللي وضعوها البشر والظلمة نعترفش فيها، إيش يعني بتعترفوش؟ أيوة، هالطغاة، لحظة، هالطغاة اللي بيحكم الشعوب وبيمنعوها من حرية اختيارها في دينها وبظلموها وبنهبوا مواردها، وتعرفوا كيف يعني شو كانوا ملوك وشو بيعني يعني، والشعوب كلها مستعبدة. المسلمين بادروا إلى إسقاط هذه الأنظمة، بادروا، هذا جهاد الإيش؟ الطلب. الآن أنت بتجدوا إذن النوعين موجودات، بادروا هم، ولما كانوا يسقطوا النظام يتركوا الشعوب تختار، كانوا لما يسقطوا النظام وما فيش أحد بقدر يزعم إنه المسلمين في يوم من الأيام، مع أنهم كانوا أقوى دولة في العالم في عهد الراشدين، أقوى دولة في العالم في عهد بني أمية، أقوى دولة في العالم في عهد بني العباس، أقوى دولة في العالم لمدة أكثر من 1000 سنة، ما أكره أحد، ما أكره أحد. ولذلك اللي بيكتبوا
من المنصفين من الأمم المختلفة بيعجبوا تماما في اللي هو فتوحات الإسلامية بالذات، وكيف إنهم كان هدفهم بالدرجة الأولى إيش؟ إسقاط الأنظمة هاي وإتاحة والإتاحة للناس يختاروا، ما كانوش يجبروهم على إنهم يكونوا مسلمين. أما كونهم تأثروا بالإسلام وعدالة المسلمين وأسلموا وتعاطفوا بشكل عجيب، ممتاز، هذا حصل. بس يعطونا أمثلة على إنه المسلمين مارسوا على عقائد الناس أي ضغوطات تمنع، حتى الكنائس الموجودة ما يمسوها، وأنتوا تعرفوا كيف كانوا يوصوا لما كان أبو بكر مثلا أو غيره يشيع الجيوش، شو كان يوصيها زي ما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم، شو كان يوصي واضح. المسلم بيعرف. طيب إذا مش صحيح زعم البعض إنه المسلمين كانوا دائما يكونوا مدافعين، معناته بتعرفش الكفار أنت، معناته بتعرفش الأنظمة الكافرة وإيش ممكن تعمل حتى في شعوبها. أنت تشوف الشعوب مظلومة كمسلم وتسكت، طب وين زعمك إنك أنت رسالة جاي للعالمين وإنه البشر كلهم أخوة وإلى آخره، اعترافك بالحدود اللي قسمها الظالمين ومارسوا على الأمم سلطاتهم وقهروها، تسكت أنت؟ ما اليوم هيهم بزعموا إنه أمم متحدة وإحنا بصيرش كأمم متحدة. شوف هم بس بستخدموها والناس مش شايفة منهم سلوك صحيح، الناس كاشفتهم إنهم ظلمة هم وغطرسة، أما هم بيستخدموا هذا المبدأ إنه بصيرش إحنا بنسمحش اضطهاد الإنسان في أي بلد ولا بنعترف بحدود إذا اضطهدت الشعوب. هذا بيجهروا فيه لأنه هذا إشي محترم عند الشعوب كلها. لما تكون أنت صادق، إيش يعني صادق؟ إنه قصدك فعلا رفع الظلم عن البشر، مش قصدك إنك تلهب مواردها وتتسلط على رقابها. ولذلك هم بيستحوش اليوم يجي يقولوا لك ما بنسمحش إحنا، وتحت البند السابع بتتدخل كمان الأمم المتحدة، تحت البند السابع مشان تمنع الظلم والاضطهاد والكذا. بس اكتشفت الناس انه هدول بيستخدموها، القوى اللي بيسموها عظمة، مشان ايش بيستخدموها؟ للظلم ونهب الموارد واللي بيسموه استعمار، كذب، بيسموه استعمار كذب، هو مش اعمار، هو تدمير. فبالتالي المسلمين ايجابيين كانوا جدا، وبالتالي الشعوب قبلتهم تمام. اصلا شوفوا اسبانيا قداش لشهول الجيش اللي دخل طارق بن زياد وغيره وموسى بن نصير، قداش يعني هم على طول اهل البلاد فتحوا لهم وتعالوا من كثر ما كانوا شايفين ظلم، ولذلك فتحت البلاد بسهولة، بلاد شاسعة. ومش بس يعني كما سبق قلنا في دراسة معاصرة انه عبر 100 سنة وجدوا انه المسلمين كانوا يفتحوا كل يوم بمعدل 15 كيلومتر مربع، كل يوم على مدى قرن كامل. الشعوب كانت تتقبل، وين المقاومة؟ وين المقاومة الشعوب؟ وينها؟ مفيش. ليش؟ ليش؟ ليش ما كانتش تقاوم؟ أيوة، لأنه معروف إيش الحكام، ومعروف إيش هذول أصحاب رسالة وبيؤمنوا بالأخوة الإنسانية وبيعترفوش بحدود الظالمين، فما يقعدوش يقولوا لي إنه في الإسلام أنا بإمكاني أني أبقى متفرج على الشعوب المظلومة وأنا قادر أنصرها، لأنه هاي القدرة ضرورية طبعاً. إنك قادر، أنت قادر وما بتفعلش، إيش الفرق يعني بين بلدي أو غيره؟ إيش الفرق؟ لكن العبرة إنه شو مقاصدك أنت ومين أنت. والشعوب بتقبل هذا الكلام. اليوم ناس بيجوا بيقولوا طيب اليوم اختلفت الظروف، طب ما هم فقهاء الإسلام وقادة المسلمين عبر الأجيال كلها كانوا يراعوا الظروف طبعاً. اختلف في قدرة ما فيش قدرة، أنو الأنسب؟ لأنه دائما إذا بتلاحظوا القتال هو الحل الأخير، هذه الجراحة إذا كان في حلول ثانية هي أفضل. إذا القتال هو وسيلة مش غاية، القتال هو وسيلة مش غاية. وما يجوز إطلاقا أنا أقاتل مشان إيش؟ إني أفرض ديني أنا الحق على البشر، ما بطلع لي هالكلام أفرض ديني على البشر، لا، إنما لمنع لإسقاط الحواجز التي تحول بين الناس وأخذ الدين. إني أصلا مش من حق أي نظام ولا أي طاغية إنه يمنع الناس تفكر وتأخذ الدين الحق، مش من حقه. وإذا منع وإذا تسلط على رقاب الشعوب، إحنا المسلمين يبادروا إذا قادرين يبادروا،
واليوم صار في وسائل على فكرة انك تبلغ انت الشعوب، والشعوب اليوم واعية على فكرة. ايش يعني؟ في علم وفي ثقافة، في امور كثيرة كانت تقبلها الشعوب القديمة الناس بقبلوهاش اليوم. لو يجي اوباما اليوم يجي يقول للشعب الامريكي انا بدي افرض البروتستانتية اللي هي دين الاكثرية على امريكا، اللي اول ما بقوموا له البروتستانت بقولوا له ممنوع تفرض البروتستانتية على الكاثوليك مثلا، ما في كاثوليك في الولايات المتحدة مثلا، تمنع انت تمنع الكاثوليك؟ بقدرش، ما عادش يقدر اصلا. وبالعكس اذا بده يمارس اذا بده يمارس ما كانوا يمارسوا القدماء، ردة الفعل شو بتكون؟ عليه قوية. ولكن في شعوب اليوم متخلفة وضعيفة ممكن يضحك عليها ويتسلط على فيه، وفي شعوب لا بتقبلش اصلا ان انت تيجي تفرض عليها. واليوم تصوروا لو انه ما ينفق على الاسلحة، على الاسلحة والتسلح في بلاد العرب والمسلمين، لو اخذ بس 1 في 1000 وانفق في الدعاية والاعلام على فقط لدعوة الشعوب هذا والايمان، اليوم اذا انت بتقدر تفتح اصلا تفتتح بلاد وتوصل الاسلام بالطريق اللي هي الناس بتتقبلها افضل. لانه انت ما يجوز اصلا، طالما ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، ما يجوز تروح للتي هي مش احسن. على ضوء ايش؟ على ضوء نظرتي في الموضوع، ولان ضوء مقاصدي. شو مقاصدي انا؟ الناس تكون حرة في اختيار الحق، حرة في اختيار الحق. هل يجوز لي كمسلم ان اسلك سلوك بحيث اضع حواجز بيني وبينهم، بيني وبين هذه الشعوب، واتيح للظلمة والمتغطرسين انهم يضلوا الامم؟ ما بجوز. اذا المسلم في كل عصر بيشوف ايش الشيء الانسب للشعوب. لاحظوا ها، الانسب للشعوب. انت بتقول رحمة بالشعوب، طب شو الانسب لها اليوم؟ ايوه الاسلام من اول يوم كانوا المسلمين يرعوا هذا الكلام. ايش الانسب للشعوب؟ نسخة الطاغية ولا كيف؟ ولا ما في شعوب اصلا زي الشعوب في اندونيسيا لما دخلها الاسلام. اندونيسيا كيف دخلها ليش الاسلام هو اصلا؟ اللي هي اكثر دولة او نسبة المسلمين كانت في يوم من الايام في القرن العشرين اعلى نسبة مسلمين في العالم الاسلامي كانت موجودة في اندونيسيا. طبعا الان صار على فكرة صار الان في تبشير فيها، وبيستغلوا انه المسلمين غير العرب مرات، مسلمين غير العرب لانهم بفهموش الاسلام، وفي فقر مرات ومناطق بعيدة هيك ومتخلفين، والتبشير له أساليبه، التبشير المسيحي أقصد له أساليبه في تضليل الناس واستغلال ضعفهم. والضعف طبعا وين انت بيستغل الضعف؟ كان على فكرة التبشير الغربي الضعف غالبا كان يركز في 3 قضايا: الفقر وقضية المستشفيات والطب وقضية المدارس والتعليم. يركز على هذول الثلاث لانه هذا اللي الانسان بيكون فيها ايش جاهز يتعاطف معك. فقير بتعطيه فقير، بعدين في المستشفى وانت بتعالجه تمام، وانت اللي لذلك على فكره المستشفيات اللي انشئت في بلادنا لعلمكم اكثرها كانت تبشيريه، بما في مستشفى رام الله الحكومي. هذا كيف بدا تبشيري؟ ومين كان فيه على فكره النيرسات الموجودات اللي هم بسموهم ممرضات؟ كانوا الرهبات اللي كانوا في قبل ما يتحول فيما بعد لمستشفى حكومي. وشوفوا في القدس كمان المستشفيات كلها شو أصلها، كان لحد اليوم في منها لا يزال. فكانوا يدخلوا للناس عن هذا الطريق، خصوصا إحنا المسلمين يعني يدخلونا وين في فقر جمعيات ومش جمعيات وأعطي مساعدات، وين في الطب وبكون إنسان ضعيف ولما تعامله بلطف هيك وتمام، ومين اللي بيعامله بلطف؟ الرهبة كانت تكون لابسة وهي الممرضة اللطيفة، على فكرة بيكونوا لطيفين جدا، ولكن في احيانا بتلاقيهم ايش بشعين في جرائمهم، لكن قادرين انهم يبينونك انهم لطيفين لما بايش؟ لما بدهم يكسبوك، ولما بيشعروا انه هذا الطريق بزبطش بكشروا عن انيابهم، تجد مجرمين غير شكل. طيب الان وقضية الجامعات والتعليم، هو لما فتحت الفرنس مثلا، لما الفرنس هون عندنا في البير شو اساسها؟ الكويكرز اللي افتتحوها، وفي القدس المدارس التبشيرية، واللي موجود في رام الله كمان شو كان أصله؟ التركيز على التعليم، لأنه هذا التعليم أنت بدك تنشئ الولد من هو صغير. هذه أساليب،
أساليب، وهذه أساليب إذا بتلاحظوا بدأت لما إحنا وعينا الآن تفقد، بدأت تفقد على فكرة فعاليتها. اليوم إذا بتلاحظوا اختلفت الأمور كثير، لكن هم كانوا بيستغلوا لما كنا إحنا إيش متخلفين وفي فقر وفي ضعف، وأصلا الأمة ضايعة وما فيش حكومات عادلة إلى آخره، والحكومات تكون متآمرة كمان مع هذول الناس. طيب إيش جاب هذا الكلام؟ قلنا إنه اليوم في أساليب، يعني حتى الغربي لما كان يحتل بقوته العسكرية كان مرات يخلي القوة التبشيرية تسبقه أو تكون معه أو تكون وراه بعد ما يطلع، إذا طلع، لأنه النواطير هاي اللي انتم شايفينها في أكثر بلادنا اللي بسموهم حكام العرب والمسلمين خصوصا في بلاد العرب، لا هذول نواطير، ولذلك بيّنت حقيقتهم لما الشعوب أجت بدها تطالب بحقوقها، وإذا بهم شو هم أبشع خلق الله على الأرض، يعني الاستعمار أرحم منهم بكثير. تمام؟ طيب الآن نرجع، إذن هو في جهاد طلب وفي جهاد إيش؟ دفع، اثنين موجودات، لكن الأصل في جهاد الطلب مصلحة الشعوب، مصلحة الشعوب. كن قال لك اليوم طيب في نووي، أي ماشي، ما هو مثل ما في نووي في هيدروجيني. مين قال لك؟ ماني أنا اليوم كمان مفتوح لي إني أتكلم مع الناس وأقنعها. طب وأنا ليش ألجأ لأساليب ثانية؟ طالما مفتوح المجال إني أتحدث، وممكن هو يسلم ويقتنع بالإسلام ويؤثر، وهيكم بتشوفوا أبنائنا في الغرب كل يوم عم بيكسبوا ناس لصالحهم، لصالح الفكرة الإسلامية. والغرب ليش بيكذب على لسان علينا؟ ليش بيكذبوا بزيف الفكرة الإسلامية؟ اليوم مش مشان يزيفها في نفوسنا إحنا زي ما كان في الماضي، اليوم قصده يضع حواجز بين شعوبه والفكرة الإسلامية، بس الفكرة الإسلامية عم تقتحم. ليش؟ لأن المسلمين أصبحوا قادرين على التواصل ونقل الفكرة بالشكل الصحيح، وعندهم علم وقادرين. واليوم لما قالوا على فكرة نظام عالمي جديد بدأ في 90، مش هيك؟ تقريبا 1990 هذه النغمة، معناها هي موجودة من قبل. نظام عالمي جديد، تصورت الناس انه هالنظام العالمي الجديد هو نوع من خطة، طبعا هي خطة اصلا لسيطرتهم، بس هم على فكرة بدوا يدركوا الان انه الفكرة الاسلامية، انه هم الان مغتاظين على فكرة من المسلمين، انهم مسلمين، المسلمين الاذكياء، المسلمين القادرين على توصيل الفكرة، ومش الحرب العسكرية. والان صاروا قادرين المسلمين في الحرب الفكرية، وانه يكونوا هم المسيطرين وقادرين على نشر الفكرة. بدوا يكتشفوا على فكرة انه هذه العولمة في وسائل الاتصال وغيرها صارت بترتد عليهم سلبي، وعلى الفكرة فكرتهم ضعيفة اصلا في مواجهة الفكرة الاسلامية لما صرنا احنا واعيين. فبالتالي انتوا راح تشوفوا في المستقبل قيود، راح يكون في قيود على مثل هذه الامور، ويبدوا يتراجعوا شوية بطريقة او باخرى عما يقولونه من عولمة، مش هيك؟ من عولمة، لأنه عندك مليارين مسلم الآن، هالمليارين مسلم أكثر على فكرة، سبق أكثر من مرة قلنا، لأن أنا دارس الموضوع من سنين كانوا المليارين المسلمين، فالآن قديش صاروا الآن طبعًا، وصاروا يتعلموا، وصاروا موجودين في معظم بقاع العالم ويأثروا، واليوم الوسائل الاتصال هاي صاروا المسلمين يستغلوها كمان، لأنه المسلم بدفعه إيش؟ عقيدته، مش بحاجة تعطيه، يعني أنت تدفع له، مش مرتزقه، وهو في كثير ناس عندهم الدافعية وعم بيأثروا بشكل كبير. نرجع، إذن هذه مقدمات لابد منها برضو في موضوع الجهاد والقتال. الذين كفروا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا، كنا في المرة الماضية في قضية الكفر، وقلنا إنه الغفر فيه تغطية مع صيانة من العقوبة، كأنه يغطى على الذنب مع صيانة من العقوبة، هذا إيش؟ الغفر. وضربنا قضية المغفر اللي هو الزرد هذا اللي بيكون بيلتبس وفوقه بتيجي الخوذة، هذا المغفر، لأنه إيش المغفر مهمته؟ يغطي ويحفظ ويصون، ذكرنا هذا. طب ولذلك إيش الفرق بينه وبين الكفر؟ وخصوصا قلنا إنه
مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، وبينا أن السيئات قد تكون في أمور ليست ذنوب وقد تكون في ذنوب، يعني مثلا الغيبة. طب إذا الله سبحانه وتعالى بده يغفر لي الغيبة، يغفر لي الغيبة أو يغفر لك الغيبة، طب وحقه هو، حقه هو اللي غتبته، وينه وينه؟ طب قتلنا خطأ، وين حقوقي؟ طيب لحظة، سرق وثم فيما بعد تاب وتاب الله عليه، طيب والمال وين حقي أنا؟ أنا وين؟ هذا بده يغفره الله؟ هذا بده كفارة. لذلك السيئات مفهومها أوسع من مفهوم الذنوب. كل ذنب سيئة، بس مش كل سيئة ذنب، بس في سيئات ما في حقوق للآخرين، الله بيغفر لي الشيء اللي يعني نتيجة معصية الخالق. طب حقوق البشر وغيرها؟ هو ممكن يكفر عنك، كفر عنهم، هو ممكن يكفر عنك، ممكن انت تبادر لك تكفير، ممكن غيرك يبادر لك تكفير عنك، ممكن الله يكفر عنك. الله يكفر. طب ليش كفر عنك الله سبحانه وتعالى؟ ليش كفر؟ يعني ممكن شهيد مثلا، وشهيد بحق وشهيد صادق، فيكفر الله عنه. احنا بدنا ندخل بين الله وعباده، في ناس بكفرش عنه. اذا ايش؟ طب وين معنى التغطية في الكفر والكفر؟ لاحظوا، الكفر فيه تغطية، الان مشان نميز بينه وبين الغفر، فيه تغطية وممكن جحود، ممكن تغطية ورد. نوضح، واحد انعم على واحد، انعم على واحد، ايش المطلوب؟ الشكر. شو قلنا في المرة الماضية؟ الشكر اظهار، الاظهار الجميل، اظهار الشيء الجميل. انت في منعم بدك تظهر في المقابل اشي جميل، بدك حق المنعم انك تظهر ايش؟ تظهر ردة فعلك الايجابية على نعمته، ردة فعلك الايجابية على نعمته شو بسموها؟ شكر. شكر اظهار. اذا مثل ما انه الشكر اظهار، الكفر ايش؟ عكسه، اخفاء. هذا معنى التغطية، الشكر اظهار، الكفر اخفاء. معناته اللي ما بشكر، اللي بكفر النعمة، اللي مخرجش من الدين، ما انتوا عارفين الكفر في منه كفر يخرج من الدين وكفر لا يخرج من الدين. الكفر النعمة مثلا هذا معاصي ممكن او 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 او، بس ما بيخرج من الدين، وفي منه بيخرج. كيف اذا مش كل كفر مخرج؟ طيب الان لما بكفر النعمة، هو نعمة الخالق او نعمة المخلوق بكفرها، شو يعني بكفرها؟ يعني لم يظهر شكرها، اذا هو اخفى. لم يظهر شكرها، اذا هو اخفى. اخفى. بس بدنا ننتبه في قضية الكفر، مش فقط الكفر تغطية. اذا بتلاحظوا الفلاح، مش بيقولوا الفلاح بيغرس الحب وبعدين بيغطيه وبس، فيه هذا المعنى؟ لا مش صحيح. هو اذا بتلاحظوا الفلاح لما بينتج له 20-30 طن مثلا قمح، بيخلي منهن قديش؟ مثلا بيخلي منهن 100 كيلو مشان يرد يبذر. فهو ايضا قبل ما يغطي البذرة شو بيعمل؟ بيرد جزء من اللحظة، بيرد جزء من في الارض وبيغطيه، بيرده وبيغطيه. فالكفر والكفر اذا مش بس فيه التغطية واخفاء، وكمان فيه رد، فيه رد. وبالتالي لاحظوا الان بنوضح اكثر شوية، اذا شو اذا اللي بكفر النعمة لم يظهر، لم يظهر ايش؟ انا هديناه السبيل اما شاكرا واما، اذا شو اللي قابل قلنا الكفر؟ الشكر. اذا معناته اذا الشكر اظهار النعمة، ردة الفعل الجميلة هاي اللي بتظهر منك انت قولا وفعلا، قولا وفعلا، وسبق في بعض الدروس فصلنا في الشكر، معناته نقيضها ايش؟ معناته اخفى. هذا معنى التغطية، ومش بس اخفى مرات. طب في كفر، لاحظوا، في بكفر النعمة، وفي بكفر مثلا بالدين، في بكفر بالله. فيش كفر الله،
استخدمناها احنا كفر الله ولا كفر بالله؟ هو بكفر النعمة، هو بكفر النعمة، هو ما بيظهرها ولا بيظهر حق المنعم. اذا طالما ما اظهرش حق المنعم اذا هو اخفاه، فاذا كفر النعمة. تمام، ما اظهروش بالقول او بالفعل. طيب فيش شيء اسمه كفر الله؟ كفر به، كفر بالاله. اذا هو لما قلنا له الله واحد رد هذا الكلام، لأن قلنا لكم الكفر مش بس رد، ولم يعترف بالوحدانية. اذا هو كأنه شو عمل؟ غطى على قضية الوحدانية واعلن الشرك. شو اللي اظهره؟ الشرك. شو اللي اخفاه في ممارسته؟ وفي نفس الوقت كان في رد، في رد لا 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 لا. ما بقبلش هالكلام، كفر، كفر بالدين. ولما بكفر بالدين ايش؟ اول شيء برد الدين وبيجحده، وبصير يعلن غيره، بصير يعلن غيره، يجهر بغيره ويحاول يكتمه، يحاول يكتم الدين ويدلس عليه ويخفيه، وبدوش حدا يسمع، وبدوش حدا يسمع. كيف كانوا المشركين لما الرسول صلى الله عليه وسلم بده يوعظ او يقرأ قرآن؟ شو كانوا يعملوا؟ يعملوا اصوات وصخب وكذا مشان يغطوا على الصوت، مشان ايش؟ مشان الناس ما تسمعش. اظهروا ولا اخفوا؟ اخفوا. قبلوا ولا ردوا؟ ردوا. قبلوا ولا ردوا؟ ردوا. تمام، فهمنا الكفر. طيب اليوم الكفارات ايش؟ طب ما في عندي كفارة، وبعد شوي بيجي في الايات نفسها الفداء. في بالنسبة للي بفطر في رمضان، كفارة ولا فدية؟ كفارة ولا فدية؟ لا، افطر في رمضان وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية مش كفارة، فدية. طب قتل خطأ؟ كفارة. قتل خطأ كفارة. افطر في رمضان فدية. طب نشوف الفرق بين التنتين، لانه التنتين جايات معنا في الايات، جايات في الايات. لاحظوا الفرق بين الثنتين، الكفارة. طب طالما الكفارة فيها رد وفيها تغطية، كفارة، وخلينا نأخذ القتل، وقتل. طيب اولا بيقدم الدية هو وقرايبه. اثنين بده يصوم شهرين متتابعين. هذول الشهرين المتتابعين لايش؟ لاحظوها، كأنه هو بده يعطي مقابل الفعل اللي فعله، بده يرد بفعل ثاني يغطي على اساءته. لاحظوها، رد بفعل ثاني. كيف المزارع لما يرد القمحات في الارض بشكل بردهن في الارض؟ فهو شو بيعمل هو؟ انت بترد في الكفارة، بترد مشان تغطي على ايش؟ على اساءتك المقصودة او اللي مش مقصودة، كمان المقصودة او اللي مش مقصودة. عرفنا الكفارات ايش هي؟ الكفارات شو بتعمل انت؟ بترد بشيء مقابل الشيء اللي عملته، بترد مشان يغطي، بترد مشان يغطي. شو اسمها هاي؟ كفارات. طب ما قدرتش انا اكفر، ممكن الله يكفر عنك، ممكن في شغلات قرايبي يكفروا عني في بعض المسائل. يعني بقدروا قرايبي يصوموا عني شهرين متتابعين لاني قتلت خطأ؟ لا، بقدروش، بقدروش. هاي ممنوع، هذه انت منك انت. بس في قضايا ثانية ممكن نكفر عنه احنا. تمام، في قضايا مالية مثلا مقبول قرايبه يكفروا عنه مثلا. تمام، مثلا اليمين ايش؟ كفارة اليمين، كفارة اليمين. ابوك حلف يمين وبعدين ما بده يتراجع، تيجي انت تقول له يا ابوي انت ولا يهمك انا بدفع عنك، بجوز ولا بجوزش؟ بجوز. طب يا ابوي بصوم عليك عنك في القتل الخطأ، يجوز؟ لا، لا يجوز. هاي لها تفصيل. بس لاحظوا، اذا في رد بفعل، في رد بشيء انت بتقوم فيه من اجل تغطية على الشيء اللي انت عملته. وقلنا انه الله سبحانه وتعالى ممكن يكفر عن بعض الناس، هو الله سبحانه وتعالى يكفر. هيو، الذين، لاحظوا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين، لاحظوا، آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد إيش؟ وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم. لاحظوا، مش ذنوبهم، مش ذنوبهم، سيئات، بكفر السيئات وبغفر الذنوب، لأن السيئات أوسع من مفهوم الذنب. تمام، ذنب، كفر عنهم سيئاتهم.
كفر عنهم. أي الله ممكن كفر عنك كمان. طيب إذن طيب والفدية، فدية وعلى الذين يطيقونه فدية، وفديناه بذبح ولا بكبش؟ بدي أشوف يردوا الشباب، بذبح ولا بكبش؟ هو فيش كبش في القرآن. إذن فديناه بذبح بمذبوح، ما فيش كبش، لأنه مرات بظنوا أنه فديناه بكبش، لأنها القصة يعني القصة بتسيطر على الذهن هيك، فبصير اختلاط في الموضوع. فديناه هاي فدو معناته الفداء بيختلف عن التكفير. الفداء انت بتقدم اشي مشان تصون وتحفظ، مشان تصونه وتحفظه. يعني احنا في البيع والشراء، احنا في البيع والشراء بنقدم اشي عوض عن اشي، خذوا في البيع والشراء، هذا مش فدية، هاي مش فدية. هاي الفدية بقدم شيء مشان اصونه من المؤاخذة، او اصونه من الشيء اللي كان ممكن يوقع فيه. كيف المغفرة ستر، المغفرة ستر وصيانة، الفدية تعويض، يعني بعطي انا مشان اصون. فلما قال فديناه في واوه مش هيك، وفديناه بذبح عظيم مقابل ايش؟ اذا هاي الذبح اللي جاء عوض عن ايش؟ عوض عن ايش؟ عن الشيء اللي كان لازم يحصل معاه. شو هو اللي يحصل معاه؟ ذبحه فصمناه، صار في صيانة له عن طريق تقديم مقابل. هاي خد هذا مقابل نصونه فلا يذبح اسماعيل عليه السلام. طيب وفي رمضان، وافطر في رمضان لسبب او اخر، الاصل انك تصوم، الاصل انك تصوم، اعطي عوض، عوض اشوف. طيب هاي عوضنا هاي، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تعال يا مسكين، طعمين المسكين مشان نصونه اللي افطر في رمضان من ايش؟ من المؤاخذة. اذا يقصد فيها الصيانة. اما في البيع، في بيع، في معاوضات، هذه لنقل الملكية، في معاوضات لنقل الملكية، واحيانا في معاوضات لاسباب ثانية في الاجارة مثلا. انت بس هون في الفدية ايش بتكون المعاوضة مقصود فيها؟ ايش الاشي اللي بتدفعه انت او غيرك بدفعه عنك؟ شو المقصود فيه؟ صيانته من انه من الشيء اللي راح كان يحل فيه، صيانته. ولذلك الاسير يفدى. شو يعني يفدى؟ حتى لا يبقى في ذل الاسر نعطي عوض. شو هو العوض؟ ممكن نعطيهم اسير من عندنا، اسير من عندنا نعطيهم اياه مشان يعطونا اسيرنا. ممكن يفتدي هو يعلم 10 من اولاد المسلمين زي ما حصل ايش في بدر، هاي مقابل، هاي في مقابل، علم 10 من كان يعرف في منهم يعرف يعلم الكتابة، علم انت 10 وروح. تمام هذا هاي في عوض، هاي عوض. في ناس بظنوا انه في الفدية لازم تكون مال، مش صحيح. اي شيء بتعوض فيه انت من اجل انك من اجل انك تصونه من ايش؟ اذا كانوا اسير بصونه من ذن الاسر، مش هيك؟ هاي فديناه. اذا كانوا بده يكون مؤاخذ بصونه من المؤاخذة. تمام هذه ايش؟ الفدية، غير عن الكفارة اذا بتلاحظوا. وبالتالي في بعضهم لانه لاحظت اخطأ، هو بيكتب مرات كان قال مثل كفارة صيام رمضان، لا هذا مش كفارة، هذا فدية. تمام وفي فرق بين المفهومين، واثنين راح يجوا معنا الان، قضية الفدية والكفارة، الفدية والكفارة. الذين كفروا، اذا هم ردوا الدين، ولاحظوا او بردوا وبيغطوا. شو يعني بيغطوا؟ يعني بيظهروا اشي ثاني. شو يعني بيغطوا؟ بيظهروا نقيضه، مش بيظهر التوحيد وبيعلن التوحيد، بيعلن الشرك وبطوي التوحيد. شو بيعملوا اليوم على فكرة الكفار المناقضين للاسلام؟ بيحاولوا يغطوا عليه ويزيفوه مشان يظهروا باطلهم. مش هذا اللي بيحصل؟ بيغطي على الاسلام ولا بيجهر فيه؟ بيعرف شعوبهم شو حقيقة الاسلام ولا بيدلس وبيغطيه بمزاعمه وكذبه وافتراءاته؟ بتلاقوهم شو بيعملوا على فكرة؟ بيكذبوا مشان يغطوا على الدين. كفر، هذا كفر. فالكفر فيه رد وفيه تغطية. طيب الآن
الذين كفروا وصدوا. صدوا، طب والصد ايش هو؟ بس بدنا ننتبه لشيء، انه الذين كفروا ولا الذين كفروا وصدوا؟ لا التنتين هذول، لانه الناس الكفار مش واحد، الكفار مش واحد. في ناس بقول لك انا مش مؤمن دينك وخلاص، لكنه لا في منه عداء ولا في منه تزوير ولا ولا ولا، وعادي انسان عايش لحاله، يعني قصدي مش مقاوم للدين، لانه في عندك محادد ومعادي وفي ناس بزيفوا الافكار، وفي لا هذا كافر وبصدش. شفنا كفار ابنه بيسلم بقول لك هو حر، كيف الناس كيف يعني بصد؟ هذا صد حاله بس، هذا بس صد حاله، هو بصدش غيره، بصد حاله هو ما صدش غيره. الذين كيف؟ ايوه، في 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 بعض المفسرين زعم انه الكافر، لا ما هو الكافر صد نفسه، فبالتالي هو بيدخل ضمن المقصود في الآية هاي، بس راح نلاحظ انه لا مش هذا المقصود، لانه كان لو كان بكفي كان قال الذين كفروا خلاص. ليش قال وصدوا؟ ممكن يقول لك مشان يظهر اكبر بعض افعال الكفر، مش هيك؟ الذين كفروا وخدموا الاسلام. ابو طالب مثلا كان يصد قريش، صد نفسه بس صد قريش كمان، صدها عن ايش؟ عن انها تعتدي على الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هيك؟ يعني دافع عن الايمان، لكن ليش دافع الان؟ هذا الاعتبارات اللي جعلته يدافع عن في منهم عصبية، ولذلك يقال بغض النظر صحة ولا لا، ولكن وارد في السيرة انه بعد ما توفى ابو طالب، ما هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم ابو طالب، مش هيك؟ ودير بالك العمومة كانت عمومة الرسول، مش كلهم من نفس الام، الاعمام طبعا. المهم، فابو لهب الان اللي كان يصد عن سبيل الله، ما هو عمه للرسول صلى الله عليه وسلم، هل شو بيقولوا عنه الناس؟ بده يقولوا عنه انه خذل ابن اخوه ابو لهب. هلكت مات ابو طالب، هلكت ابو لهب، هلكت احرج، هلكت ابو لهب، بده يصير يدافع عن الرسول زي ابو طالب. شوفوا ابو لهب ولا ليش؟ لانه شو بدهم يقولوا عنه الناس؟ بده يقولوا عنه الناس انه خذل قرايبه، خذل ابن اخوه. فهمت شو المقصود؟ تركه بدون نصير، ما بزبطش. ولذلك لما انتبه بعض فجرة زعماء، يعني اقصد قريش، كيف خلاه يتراجع؟ كيف خلى ابو لهب يتراجع عن موقفه في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له اسألوا عبد المطلب وين، يعني جد الان بدي سؤال عن في الجنة ولا في النار عبد المطلب. شفتوا منين دخلوا؟ من نفس المدخل اللي هو جاء ينصر من اجله، بده ينصر ابن اخوه. طيب هذا بدك تنصر ابو اخوه، اسألوا بالله عن عبد المطلب في الجنة ولا في النار. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لما يسأل مباشرة، يسأل مباشرة بده يجاوب. فلما جاوبوا، وكأنها يعني الرسول، في ناس بتصوروا انه الرسول يعني عند الله في واسطات، يعني انه بيميز بين خلقه، ما كلهم خلقه، كلهم خلقه، والله هو اللي انعم الرسول وما انعمش على جده. لذلك الشيعة بقول لك ابو طالب مسلم وعبد المطلب مسلم، الشيعة هذا لهم تفاصيل في الموضوع. والعجيب في الموضوع انه لما بتيجي تقولهم انت ليش طيب بتلعنوا رموز، ليش بتلعنوا رموز المسلمين انتو؟ عمر رمز، وحتى عمر رمز، حتى في اهل الشرك عمر اشي يعني عظيم. ليش بتلعنوا رموز؟ طب ليش تلعنوا؟ قال ما هم بنلعنوا رموزنا. مثل مين رموزكم اللي بنلعنهم؟ قال ابو طالب. طب ما لعناش ابو طالب، ما انتو بتقولوا في ضحضاح من النار وبتقولوا عبد المطلب في النار. شوف كيف طلعوا لك الطلعة، ما قدروش يجيبوا لك واحد مسلم انه احنا ضده، ما قدروش يجيبوا واحد مسلم احنا ضده، فقال بنعنوا رموزنا. انا ما رموز فعلا، رموزكم هذول مبين، انا رموزكم، نعم هم رموزهم فعلا. فالمهم انتبهتوا الى هذه الدرجة، شو جاب هالكلام هذا؟ وصدوا. وصدوا، ايش الصد؟ ايش الصد؟ واحنا بعدنا على فكرة
ما تحدثناش في ظلال الآية الأولى إيش اللي في واقعنا، بس الآن بعد ما نشوف الألفاظ إيش الصد. الصد الصد فيه، لاحظوا، فيه أحيانا صرف شديد، مثلا واحد مثلا جاي بده شيء، انت بيجي هو بصرفه صرف، بس ايش فيه؟ في هذا الصرف ايش؟ مش بلطافة، بشدة. شو اسمه هذا الصرف بشدة؟ صد. بيمنع بشدة، بيمنع هكذا الحيطان اللي مرات بيبنوها مشان تصد الريح. شو يعني بتصد الريح؟ بتكون قوية الى درجة تمنع الريح. المنع الشديد برضو صد. المنع، الاعتراض اللي فيه شدة، لحظة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى إيش؟ فأنت له تصدى. معناته الرسول صلى الله عليه وسلم لما تعرض له، مش كلنا من ضمن المعاني التعرض، لما تعرض له كان الرسول متعرض بشكل إيش؟ يعني عارف انه هذا الرجل اذا اسلم تمام، فتعرض له تعرض ايش؟ فيه اجتهاد وبذل جهد وتفاصيل، لذلك استخدم القرآن ايش؟ فانت له تصدى. اذا لما يكون في تعرض بشدة وفي منع احيانا او في صرف بشدة، شو اسمه هذا؟ صد. صد اذا مش اي منع ولا اي تعرض، هو صد، لازم يكون بشدة. طب والصديد؟ شو هو الصديد في اللغة؟ شو هو الصديد؟ الصديد القيح. طب ليش بالكم سمي صديد؟ لأنه أول ما تشمه إيش يعني؟ أول ما تشم الصديد القيح مش هو صديد؟ القيح أول بتصد هيك عنه إيش؟ بقوة وشدة. أنت إيه؟ مش هيك؟ فسمي ايه؟ تنفر منه. انت بتصد. ما هو على فكرة جيد ننتبه لقضية، صد ممكن تحتمل امرين، صد غيره او هو صد يعني نفسه، تمام؟ هاي الصد بتحتمل معنيين، صد غيره او صد هو صد. هو صد. فالان في القيح اللي سميناه صديد، احنا تجد ايش اكثر ما يصد الناس ايش؟ من صدوا عن الاشياء هاي، صديد. طيب وفلان تصدى للمسألة، شو معنى التصدى؟ ايوة، اتفرغ لها وحشد قواها، لحظة، الها تعرض لها، هو تعرض لها ايش؟ بجد. كمان مش هيك؟ مش تصدى للمسألة وفلان تصدى للعدو، معناته وقف امام العدو مشان يمنعه من الاستمرار او يصرفه، لاحظوا، بيعترض طريقه مشان يمنعه يستمر، هي صرفه، يمنعه من التقدم. فبيحمل دائما اذا التعرض بشدة والرد بشدة والمنع بشدة، كله شو اسمه هذا؟ صد. صد. فلما يقولوا تعرض لها في الشارع فصدته، تحرش يعني، شو يعني صدته؟ شو يعني صدته؟ كانت معاه صارمة، كانت صارمة معاه، صرف يعني، صدرت. فيش بتماداش في الروح يعني، بتماداش في الروح. وشو كمان يؤخذ منها؟ إذن هذا في الصد. الآن لاحظوا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل، تأخذناش احنا في الأول، خلينا نركز على الألفاظ بعدين نأخذ العبار. شو هو السبيل؟ سبق إذا بتذكروا تحدثنا عن الصراط. طب في عندي صراط وفي عندي طريق وفي عندي سبيل، في عندي صراط وفي عندي طريق وفي عندي سبيل. وسبق قلنا الصراط الواسع، الطريق الواسع، وسع، والكون واسع بيكون سهل، يعني اوتوستراد، انتو قلتوا مرة اوتوستراد واسع، هايوي، تمام،
هذا الصراط، تمام. الطريق، الطريق لاحظوا، ما بتلاحظوا انه فيه معنى الطرق؟ طريق كنقلنا مطروق، لانه من كثر ما مشوا عليه الناس لبدوه صار ايش؟ فالطريق على فكرة فيه جهد، الطريق فيه جهد. حقيت لاحظوا كم بيقولوا الطرق، الطرق التصوفية، الطرق المتصوفة. ليش سموها طرق؟ ليش ما يقولوا سبل المتصوفة؟ كمان مرة، ليش ما يقولوا صراط المتصوفة؟ سبل المتصوفة شو بيقولوا؟ طرق. ليش؟ لانه التصوف هناك فيه برامج وفي بذل جهد وفيه اصطناع وفيه وفيه، فيش شو يسمى طريق. لا يقال سبل وعيرة، طرق وعيرة، طرق. اذا في علاقة بالطرق وايش، وفي بذل جهد وفيه وفيه، هذا شو بسموها؟ طريق. فالطريقة اذا الطريقة التصوفية بكون في منهج وفي بذل جهد وفي عرق وفي سهر الليل وفي قيام وفي وفي وفي، طبعا وفي منهم منحرفة وفي منهم ماشي الحال، اللي الطرق المتصوفة المنضبطة بضوابط الشرع ماشي، في منحرف فيه قليل ولا كثير مش قضية الآن. الآن طب والسبيل، وبعدين إن شاء الله بنبقى السبيل. السبيل لاحظوا هو المعاني التالية: امتداد مع استرسال، امتداد مع استرسال بيوصلك لوين؟ لهدفك. أنوضح، عمركم سمعتوا بإسبال الإزار؟ شو يعني إسبال الإزار؟ تطويله وإرساله، طرق الإزار، طرقه من طريق، لا فيش طرق الإزار، سرط الإزار هذاك بلعوا معناته ها؟ ولا ايش؟ اسبال، لان الاسبال شو فيه؟ مد واسترسال. فالطريق الممتد، لاحظها، الممتد المسترسل الموصل لهدفك شو اسمه؟ سبيل. سبيل نكتفي هون، وان شاء الله يعني الآية الأولى هذه مهم جدا نتحدث فيها عن واقعنا، بعد ما حررنا الألفاظ نكمل إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.